نعم، كما قلنا في رسالة سابقة، وفق المصادر الإسرائيلية حتى الآن تدعي إسرائيل بأنه لا أضرار كبيرة، كان هنالك وقوع لبعض الصواريخ. إسرائيل تقول بأن إيران حاولت استهداف منشأة استراتيجية، وهي بالطبع تقصد بذلك القاعدة الجوية الإسرائيلية نيفاتيم المتواجدة في الجنوب، وهي فيها أهم في الجنوب في النقب عمليا، وهي من أهم القواعد العسكرية التي تضم بضعة طائرات مقاتلة، وأيضا تلك الطائرات التي استخدمتها إسرائيل F-35I استخدمتها إسرائيل لاعتراض بعض الصواريخ التي وصلت إلى إسرائيل أو كانت في طريقها إلى إسرائيل. من حيث الإصابات، هنالك إصابة واحدة خطيرة وثمانية إصابات طفيفة من شظايا الصواريخ البالستية أو الصواريخ الاعتراضية التي أطلقت من أجل إسقاط هذه الصواريخ. الصواريخ البالستية هي التي دخلت إسرائيل 120 صاروخا، باقي الصواريخ والمسيرات وفق ما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إلى الأجواء الإسرائيلية وتم اعتراضها في أماكن أخرى. على أي حال، يعني لا شك بأن هذا حدث استراتيجي، ولذلك تأثيره هو أكثر معنوي، تداعياته هي أيضا بعيدة المدى، ويعني كل حديث عن المزاج الإسرائيلي العام اليوم هو ليس ذات قيمة. يعني لو أردت الحديث عن المزاج الإسرائيلي العام كما نراه الآن، هنالك رضا عن قدرة إسرائيل والولايات المتحدة بإسقاط واعتراض هذه الأهداف، أنه لم يكن هنالك ضرر كبير في إسرائيل، لا على مستوى الإصابات البشرية ولا على مستوى الضرر في البنى التحتية وما إلى ذلك أو القواعد العسكرية الإسرائيلية. ولكن التداعيات هي بعيدة المدى، نتحدث بالفعل عن حدث استراتيجي وتداعياته ستقاس على المدى الأبعد. أولا، هنالك مس بقدرة الردع الإسرائيلية. إسرائيل رغم كل التهديدات التي أطلقتها، رغم كل تهديدات الولايات المتحدة، في نهاية الأمر الرد الإيراني خرج إلى حيز التنفيذ. هنالك أيضا يعني إيران عمليا إعادة تأهيل قوة ردعها كي لا تعود إسرائيل على نفس الخطأ الذي ارتكبته بالرؤية الإيرانية بالطبع، وهو اغتيال التعدي أولا على السيادة الإيرانية عبر الهجوم على القنصلية، وأيضا اغتيال ضباط رفيعي المستوى من الحرس الثوري الإيراني. هنالك اعتراف في إسرائيل في الأيام الأخيرة بأن هذه العملية التي نفذتها إسرائيل لم تحسب بشكل صحيح، وبأن إسرائيل لم تتوقع الرد الإيراني، توقعت بأن يعني هي تستمر باستهداف ما تريده في الشرق الأوسط دون أن يكون هنالك رد من هذه الدول. جاء الرد الإيراني، كسر كل قواعد اللعبة. قواعد اللعبة كانت حتى هذه اللحظة بأن حرب الظل بين إسرائيل وإيران هي على مستوى السايبر، على مستوى حرب مع حلفاء إيران، سواء تحدثنا عن حماس في غزة أو حزب الله في الشمال. وفي هذه الحرب أيضا، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، دخل الحوثيون على خط المواجهة، بالإضافة أيضا إلى بعض الفصائل العراقية. الرد من الأراضي الإيرانية هو كسر لقواعد اللعبة، لأن إيران ترى عمليا بأن الهجوم الإسرائيلي الذي كان على قنصليتها في دمشق واغتيال ضباط رفيعي المستوى من الحرس الثوري هو أيضا خرق لقواعد اللعبة، وبالتالي الخرق قوبل بالخرق من قبل إيران. ولذلك نقول بأنه حدث استراتيجي هام وله تداعيات. بالنسبة لإسرائيل، هنالك بالطبع رضا ليس فقط من الموضوع العملياتي وإسقاط هذه الصواريخ والمسيرات، وإنما أيضا من التحالف الاستراتيجي. يعني كنا قد رأينا في الأسبوعين الأخيرين بأن إسرائيل كانت نوعا ما يمكن وصفها بأنها كانت منبوذة دوليا. أوروبا كانت ضد إسرائيل، الولايات المتحدة ضد إسرائيل بمفهوم التحفظات وليس بمفهوم يعني فك الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل، ولكن كان هنالك الكثير من الانتقادات على قضية دخول الموارد الإنسانية، المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، مقتل موظفي الإغاثة. ولذلك هذا يعتبر يعني نقطة قوة أو نقطة كسبتها إسرائيل بإعادة تحالفاتها الاستراتيجية. اليوم نرى بأن أوروبا الغربية مع إسرائيل، الولايات المتحدة مع إسرائيل، ولكن الآن الكرة بملعب إسرائيل، هل تريد الرد أم لا؟ هنالك نقاش داخلي إسرائيلي بشأن، لكن هل من تصريحات جديدة في هذا الشحن خلال
خاصة وأنه يعني مع ذكر أن الولايات المتحدة طلبت يعني من إسرائيل عدم الرد. نعم، إذن هذه التحالفات الاستراتيجية هي نقطة قوة ونقطة ضعف. نقطة قوتها بأن إسرائيل حصلت على دعم كبير معنويا وأيضا يعني ماديا وعملياتيا في إسقاط هذه الصواريخ، ولكن من جهة أخرى هؤلاء الحلفاء الاستراتيجيين لإسرائيل أيضا يقيدونها، كما رأينا اليوم بأن بايدن طلب من إسرائيل عدم الرد. البعض يقول بأن إسرائيل لا يجب أن تتصرف كما تصرفت قبل 33 عاما، إذا كنتم تذكرون خلال حرب الخليج حين بنت الولايات المتحدة طبعا عملية عاصفة الصحراء، وبنت الولايات المتحدة التحالف الدولي ضد العراق. العراق أطلقت العديد من الصواريخ على إسرائيل في تلك الفترة، ولكن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل الذي في ذلك الحين كان يتسحق شمير هو رئيس الحكومة الإسرائيلية، وقد استجاب للضغوطات ولم تطلق إسرائيل أي من صواريخها أو أسلحتها على العراق. البعض الآن يقول أو يدعو إسرائيل لعدم التصرف بشكل شبيه ما حدث قبل أكثر من 30 عاما. بعضهم يقول بأن الرد يجب أن يكون هنالك رد على هذا الهجوم الإيراني. الآن الكرة بملعب إسرائيل، هي يجب أن تقرر ليس فقط إن كانت سترد أم لا، وإنما طبيعة هذا الرد، بحيث من جهة لا تغضب الولايات المتحدة ومن جهة أخرى لا تجر المنطقة إلى حرب إقليمية. بايدن كان واضحا لا يريد، قال الولايات المتحدة لا تريد أن ترى ردا إسرائيليا ولن تشارك أيضا في هجوم إسرائيلي. الآن القرار لإسرائيل، هنالك ضغط من الوزراء اليمينيين الذين يطالبون برد إسرائيلي، هنالك انقسام، بعض رجال العسكر السابقين يقولون بأن إسرائيل يجب أن تستكفي بهذا الأمر وأن لا تجر المنطقة إلى حرب إقليمية. طيب، على مستوى الساسة والقادة الإسرائيليين، هل من تصريحات جديدة يعني توضح مواقفهم سواء على مستوى المعارضة على مستوى الحكومة؟ حتى الآن لم نسمع آراء الناس المخولة، السياسيين المخولين باتخاذ القرار. فقط أذكر خلال الليل كان هنالك اجتماع لمجلس الحرب، عقبه اجتماع للكابينت الأمن السياسي الموسع. اجتماع الكابينت خرج بقرار بأنه يخول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الأمن يؤاف جالانت، والوزير بيني جانتس باتخاذ قرارات بشأن إدارة المعركة أمام إيران. بالطبع يعني بن غفير وسموتريتش اعترضا على هذا الأمر ولم يصوتا معه، أرادا أن يكونا شريكان في اتخاذ القرارات، ولكن الكابينت باقي أعضاء الكابينت بالأغلبية صوتا على تخويل رئيس الوزراء والوزيرين جالانت وغانتس باتخاذ القرارات في كل ما يخص هذه المعركة وإدارتها أمام إيران. هؤلاء الناس المخولين باتخاذ القرارات حتى الآن لم نسمع منهم شيء واضح بشأن الرد على إيران. قبل الهجوم الإيراني سمعنا من نتنياهو وسمعنا أيضا من جالانت تهديدات لإيران بأن أي هجوم سيقابل برد إسرائيلي. نتنياهو كان قد قال أمس وأول أمس في فيديوهات مصورة بأن المبدأ واضح، من يؤذينا سنؤذيه. جالانت كذلك الأمر، قال بأن كل ضربة إيرانية ستقابل برد إسرائيلي قوي. الآن بعد تحذير الولايات المتحدة لم نسمع تصريحات جديدة من هؤلاء المخولين باتخاذ القرار، لا عن رد إسرائيلي ولا عن طبيعة هذا الرد. كما قلت، الكرة في ملعب إسرائيل وننتظر لنستمع، أو ربما إسرائيل لن تصرح، يعني على الأرجح أنها لن تصرح، ربما تتصرف كما فعلت إيران. نعم. بمعنى حتى على مستوى الإعلام يعني عادة ربما تكون هناك بعض من التسريبات. نعم، أعتقد أنه من المبكر الحديث الآن عن تسريبات. أعتقد بأنه بعد المحادثة الهاتفية فجر اليوم بين بايدن ونتنياهو، أعتقد بأن إسرائيل لم تتخذ بعد هذا القرار، وهنالك يبدو انقسام في هذا الأمر بشأن الرد الإسرائيلي. لو سألتيني هذا السؤال أمس لكنت أجبت بأن الرد الإسرائيلي حتمي وفق التصريحات، وفق تصريحات السياسيين وزير الأمن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكن بعد محادثة بايدن بعد الهجوم الإيراني حتى الآن لم نستمع من هؤلاء. كان هنالك تصريحات من آخرين، وزير الخارجية
إسرائيل كاتس وهو من حزب الليكود من حزب نتنياهو قال وعدنا بأن نرد على الهجوم الإيراني وما زلنا على هذا الوعد. وزير التربية والتعليم يؤف كيش أيضا من حزب الليكود من حزب نتنياهو قال بأن إسرائيل سترد. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال بأن على إسرائيل أن ترد بقوة على الهجوم الإيراني. ولكن كما قلت من يتخذ القرار هم الثلاثة رئيس الوزراء والوزيرين جالانت وغانتس، وحتى الآن لم نسمع لأي تصريح من هؤلاء، وقد تكون تصريحاتهم أيضا ضبابية من أجل ترك هذا الرد الإسرائيلي الذي ربما يأتي من أجل تركه ضبابيا كما فعلت إيران خلال الأسبوعين الأخيرين. انتظرت إسرائيل طوال أسبوعين ردا إيرانيا، لم تكن لديها معلومات مؤكدة إذا كان الرد سيأتي أم لا، لم تكن لديها معلومات مؤكدة بشأن طبيعة هذا الرد حتى نهاية الأسبوع الماضي يوم الخميس مساء والجمعة والسبت. طبعا كل هذه المعلومات تواردت من المخابرات الاستخبارات الأمريكية وأيضا التقديرات الإسرائيلية بشأن الرد الإيراني.